طيب انا عايزكم تركزوا برضو وكل البهوات والهوانم يركزوا معانا. احنا النهارده مش بنتكلم على خيانه الزوج والزوجه، احنا بنتكلم على الخيانه عموما. كنتوا اصدقاء في عمل، كنتوا زملاء في شغل، كنتوا اصدقاء في مدرسه، كنتوا جيران. مشكله الخيانه وما بعد الخيانه الصدمه، والصدمه اللي توصل لاكتئاب، واكتئاب ده بيدخلك في تروما، في مجال كده بتفضل تلف في دايره. اتعامل ازاي مع الشخص ده؟ طب الخيانه من صديق العمر اتعامل ازاي معاه؟ خيانة من زميل العمل أتعامل إزاي معاه؟ النهاردة هيكون معنا حلول ونصائح إيجابية لموضوع الخيانة. زوج، صديق، زميل، جار، إحنا نعرف إزاي نقدر نبعد ونتعافى الموضوع. منورانا النهاردة هي كاتبة في حاجات كتير قوي على السوشيال ميديا، بتدينا طاقة إيجابية دائما، مطلعة على أشياء بتفيد كل اللي بيتفرجوا علينا أو كل اللي بيتفرجوا عليها على السوشيال ميديا. أستاذة هدى سالم الكاتبة واستشاري العلاقات الأسرية اللي منورة النهاردة ومنورة بي والهانم، أهلا وسهلا بك. منورانا النهاردة طبعا، احنا مبسوطين ان انت هتكوني معانا النهاردة، لان احنا نفسنا جدا يكون عندنا حلول. الحلول من الحاجات اللي ما بقتش موجودة معانا كتير جدا. كلنا بنتصدم بالخيانات، كلنا بيجينا أزمات وبنعديها كده من غير ما نركز فيها. مين يا ترى بيتاثر اكتر، لما انا يتخني صديقتي او صديقي ولا شريك حياتي؟ يعني مثلا مراتي خانتني، جوزي عشره العمر وابو الولاد ولا انا مسنود عليه وقفت معاه سنين وضيعت عمري معاه خاني، ولا صديق العمر او احد الاقارب؟ والله كلاهما فاجعه، بس هو بيتوقف هنا على حسب مكانه الانسان ده جواكي، حسب منزلته. انت دلوقتي كل بني ادم فينا جواه ركن حلو وركن سيء للشخص اللي هو بيحبه. الركن ده انا حطيت الانسان ده حجمه قد ايه عندي؟ رفعته لحد فين؟ عشان كده دايما اقول في كل الفيديوز بتاعتي يا جماعه، اعطاء الاشخاص حجما اكبر من حجمهم ده شيء مهلك وشيء مدمر للنفس، هتعرف انت عواقبه بعدين. فصعب ان انت تتعافى من انسان اديته حجم كبير جدا، ربنا حكم العلاقه ما بيني وما بينك مثلا 50%، فانت ابتديت تتعامل معايا بشكل فيه انفتاح، في توسع في المشاعر، وفيش العاطفه شغاله، فانا لغيت عقلي، فهبتدي ان انا اسامح، فهبتدي ان انا اعدي، فبدا يحصل فينا ضمان للتسامح. فهنا بقى اول ما يحصل مني الكارثه ابتدي انا اتصدم لان أتصدم. انا اديت لك، انا اديت مور، فعشان كده انا اكسبكت او متوقعه حقيقي مور. انا اعطيتك ومنحتك بعض الصلاحيات اللي كان ينفع من البدايه اخلي بالي واخد بالي واكون حذره على قد ما اقدر في تعاملي مع الجميع. طب حضرتك شايفه ان احنا محتاجين يبقى عندنا وعي مساحات الناس في حياتنا؟ عندنا مش بس وعي، اختي، صديقتي، مش وعي شريك حياتي، مش بس وعي، ده حتى في الاعتدال. انا حتى لما يجي الاولياء الامور الاب والام بيتعامل مع ابنه او بنته المراهق بشكل فيه تدليل، اقول له ارجوك لا تدلل الى حد الافساد ولا تعنف الى حد الكراهيه والنفور. يعني احنا المفروض يكون عندنا كده ايه كونسبت الاعتدال. ليه ما نعتدلش في كل شيء؟ احنا النبي صلى الله عليه وسلم خير امه وسطه طبعا. احنا امه لازم يكون عندها الاعتدال في كل شيء، اعتدال في مشاعري، الاعتدال حتى في العتاب. حتى لما اشوف منك غلطه لازم ادرك اني انا كمان بشر وانا كمان بغلط، هو انا مش ملاك، وما احط في اعتباري ان انت برضو هتمر بضعف نفسي. كل قوتي الانسان ده وانا قدرت اعفى يعني. فموضوع بقى صاحبي، صديقي، مراتي، عشره عمري، يتوقف على السيكولوجيه بتاعتي انا نفسيتي، بتاعتي انا اللي بشتغل، قدراتي انا. وربنا لما قال خلق الانسان ضعيفا، ربنا عز وجل هنا يقصد الضعف النفسي. انه عارف ان عبده هيجي عليه وقت ويضعف. طب حلو قوي الحته دي بتاعت الضعف احنا بنتكلم فيها. انهي بيبقى ضعيف قوي في مشاكل الخيانه او المشاكل اللي بيقابلها والازمه واللي بتوصلنا للتروما والاكتئاب؟ الراجل ولا الست؟ انهي فيهم بيبقى عنده ضعف وانهي فيهم بيعرف يتعافى اسرع؟ في الصدمات النفسيه والعاطفيه الرجل شعورا ونفسا وهيئة وجسمانيا وعقليا وذهنيا، الرجل يعاني من ازمه في التعافي بطبيعته هو كرجل بطبيعته. الرجل علشان يحاول يتجاوز موقف الخيانة من الأنثى بياخد مثلا الموضوع من سنة لحوالي 10-20، وفي ناس بيقعدوا 40-50 سنة. أبيض طبعا، لأنه مش بيعيط ولا الرجل ما ينساش الست اللي كسرته. طبعا الست ما تنساش أول راجل حبها، الراجل ما ينساش أول ست وجعته وخانته أبدا. حتى لو اتجوز غيرها وعاش مع غيرها وراح خلف وخلاص وما شاء الله بقى جده، عمره ما ينسى الجرح العميق. لان دايما يا جماعه في ناس بتستهين بجرح الرجل، جرح الرجل داخلي، المراه خارجي. المراه عندها صلاحيات البكاء، الفضفضه، الشكوى، الصريخ، ان هي تروح تحكي مع حد، يعني ان هي تفضفض مع أسرع حد. اسرع من الرجل تتعافى اسرع. تبان انها تعبانه اكتر، صح انا بتكلم صح؟ تبان انها تعبانه اكتر وبتشتكي اكتر في البدايه، لكن هي لا تنسى،
هي لا تنسى، وقدرتها على التسامح ربما تكون قوية. الرجل قوته التسامح عنده صعب جدا. فما نجيش نلوم الراجل ان هو ما بيبحش عن اللي جواه، ما بيتكلمش وما بيقولش الحقيقة. هو صعب جدا يطلع قدامك ضعيف. احنا كده في عاداتنا وتقاليدنا، ثقافة الرجل زرعنا فيها من هو طفل ما تعيطش. فهو موضوع الكتمان عنه في انه يبوح يقول لا انا هنفجر انا هموت، بس هيبان عليه علامات الجرح. هيبتدي لنا بقى ازاي هو يتخطى ده، يعني لو اي راجل ربنا ما يجيب خيانه لاي حد يعني بيشوفنا دلوقتي وعانى من الم او الم الخيانه، طيب ايه الخطوات اللي الراجل اللي متخان ده حضرتك معاك دليل الاول؟ شفت بعينك؟ انت مجرد سماعي؟ لا يا فندم، لازم تشوف وتسمع، لازم تشوف بعينك، ولازم يبقى معاك حقائق مؤكده ان فعلا تم الخيانه، حصل خيانه، انت شفت الخيانه. طبعا لازم هنقول اول حاجه كده الجرح في اوله صعب جدا، نقول لواحد دوس على ريموت كنترول الجرح يلتئم. لازم تبقى عارف وواثق انت كرجل ان حضرتك هتتعرض لصدمه. الصدمه دي هتاخد منك وقت بقى على حسب قدرتك النفسيه وفهمك ووعيك وادراكك وشعورك ان الوقت هو اكبر معالج. الوقت هيعالج الصدمة اللي أنا حاسس بيها. أنا مطلوب مني دلوقتي إن أنا أكون حاسس وفاهم إن أنا كرجل إن اللي حصل ده مش نهاية الدنيا، ومش أول ولا آخر ست ممكن يحصل منها الموضوع ده. المفروض إني أنا أستعين بداعم نفسي. لو أنا فشلت في إني أنا قوتي وأنا أصبت دلوقتي بضعف وإن أنا حسيت ببعض الهشاشة وداخل على اكتئاب، شغلي بيتأخر، مش عارف أقوم في مواعيدي صح، عندي اضطرابات في الأكل، اضطرابات في النوم، مظهري الخارجي يبدو للجميع إن الرجل ده محطم، ألحق نفسي بسرعة، لازم أقف على رجلي بسرعة، ولازم أستعين بحد عنده حكمة، عنده عقل، حد عنده دين، حد ينصحني، وفي نفس الوقت لا يكون من أهلي ولا يكون من أهلها. مش شايفة كلمة بسرعة دي بنكون بنضغط الشخص اللي قدامنا، يعني كلمة عارفة اللي هو اضرب الحديد وهو سخن، أنا هقول له خد وقتك. بس وانت بتاخد وقتك انت ما ينفع عندكش وقت الانهيار. لازم وفي نفس الوقت اول غلطة بنقع فيها بقى احنا بقى كشركاء حياة اي راجل وست، عدم الصراحة مع شريك الحياة، الاعتراف. اواجه في ستات تقول انا ما اعرف ان هو خاني بخبي. شايفه بوجهه نظرك الست اللي بتتعرض يعني للخيانه، الست اللي مضطره انها تكمل عشان خاطر اولاد، عشان خاطر مضطره تكمل، ما عندهاش في الظروف الماديه مش قادره تبعد عنه وبتحبه بغض النظر عن اسبابها. عظيم. ازاي تعرف تتعافى وهي طول الوقت بتحب راجل، وطول الوقت حاسه انها عايز تحافظ على بيتها، وطول الوقت عندها الام الخيانه مستمره؟ طيب تعالي بقول لك على حل بسيط كده لينا كبشر بكلنا، ان احنا نذاكر نفسنا شويه. بمعنى ايه اذاكر؟ ايه الاسباب والدوافع ان شريك حياتي بدا يبص لغيري؟ هو الموضوع مجرد خيانه الكترونيه بيعمل شاتنج، ولا بينزل يقابل الناس دي بيقعد معاهم، ولا العاطفه عنده بدات تنخفض من ناحيتي وبدا يبدو عليه ان هو داخل في قصه حب ويسمع لي عبد الحليم وام كلثوم؟ الموضوع بيخلص مع ايه؟ لمجرد كلام ومحادثات. انا احدى الزوجات بتتابع معايا بقى لها اكتر من سنتين ثلاثه في موضوع يا هدى، هو مش عارف يتعافى من الصداقات النسائيه اللي حواليه، كل شويه بيظهر على الفون بتاعه ناس كتيره جدا. طب وبعدين؟ الجميل فيها ان انها مدركه ان هو كانوا بيعاني من مشكله وقت الطفوله وهو افتقاد الحب، فمش هنقول هنا في مبرر للخيانه، ولكن انا كزوجه ابقى فاهمه هل انا مقصره؟ بس دي قايمه بالواجبات اللي عليا. دي مش خيانه؟ لا لا، مش صداقات مشبوهه. اوكي. اكتشفت حاجات تانية كتير جدا وصور وفيديوز كل حاجه بتجيب بعضها، لكن يعني ما بيقابلش حد. هو الراجل بيضيع وقت؟ لا، هو بيضيع وقت، ما انت هتضيعي برضه منه. هل في ستات واعيه تقول لك خليه يلف اللفه وهيجي تاني بعد كده على بيته؟ ميزان التقبل بقى. ميزان التقبل، انا كزوجه هخرب حياتي عشان محادثات، ولا هخرب حياتي عشان البني ادم اللي معايا ده عنده مشاكل نفسيه منذ الصغر فانا ممكن اعينه على انه يتغير؟ قلت لها بقول لك ايه، بتحطي ايديكي في ايديا كده وتعالي نساعده يتخطى كل المشاكل النفسيه عنده. الوازع الديني حلو على فكره، ولما بتكلم معاه بقول انا فاهم حضرتك، انت عارفه انت عايز تقول ايه، انا فاهم في الدين كويس قوي، عارف ان انا بعمله غلط، طب يلا بينا بقى، يلا بقى خلاص نبعد عن السكه الغلط، خلينا احنا في حياتنا عندنا ذريه عندنا اولادنا، وهنا بقى بنشوف الجانب الاخلاقي الوازع الديني لو قوي عند الرجل. الرجل ده بيصاب بعد كده بالندم لانه بيقعد يعتذر لها، اعتذر من الله الاول بينك وبين ربنا. لو هو فعلا جاي بقى بثوب الندم وفعلا خلاص مش قادر وجاي لي موجوع، الله عليك، يبقى خلاص، يبقى انا لازم انا كعبد مش هغفر اذا كان رب العباد بيغفر. بس انت برضه ما قلتليش هي تعمل ايه، انت عماله تتكلمي عن ان الراجل قلتلك نحلها معاه. ميزان التقبل عند الزوجه يحصل ايه؟ الزوجه، طب هقول لكم بقى على حاجه بقى صغيره، الخيانه في اكتشاف الخيانه في عمر العشرين تختلف عن قدرتك واستيعابك ونظرتك في الخيانة إذا استقبلتها في الثلاثين، إذا استقبلتها في الأربعين. إيه ده؟ إيه الفرق بقى؟ الفرق
واحنا في العشرينات كده لما بنتعرض لصدمه زي دي يا نهار ابيض الدنيا بتقوم ما بتقعدش. ايه اللي بيحصل؟ بابا الحقني دخلني، يا ماما الحقيني، وتكلم اخواتها وتكلم الجيران وتصرخ. عند الزوجات اللي هم تخطوا بقى ال 35 ما بقعد معاهم عملتي ايه وقتها؟ تقولي والله انا سكت وقعدت معاه قاعده كده وصفينا، قلت له يا ابن الناس. يعني النضج ليه دعوه بالالم؟ جدا، ده النضج هنا بيفرق قوي. وبعدين كنت لسه في لقاء بقول يا جماعه اهم اركان السعاده الزوجيه او السعاده عموما المرونه النفسيه. طب هو انت يا هدى بتدينا كده تصريح ان احنا نكون مرينات في استقبال الخيانات من رجالتنا؟ لا طبعا. ولكن هتهدي البيت. بصي لاولادك كده لو اكتشفوا ان ابوهم اللي هو القدوه بتاعتهم بينهار، موقفك ايه؟ الترابيزه هتتقلب عليكي، ما هو انت يا ماما اصل كذا. لا والاطفال هتطلع غير سويين تماما يا هدى. ده انا عندي مشكله كمان. هي دلوقتي اتاحت لنفسها وباحت لنفسها ان هي تهكر التليفون. ركزي بقى معايا في الحته دي. عظيم. فبعد ما هكرت التليفون دخلت طبعا دخل، ودي خيانه. طبعا عشان بس يبقى مركزين مع بعض في الحته دي. ده خيانه الثقه. ده نهي يا جماعه. لا تجسسوا، ده نهي. لان ربنا عايز يعافي الانسان. فانا دخلت يمشي في دايره الشك، بتعمل شاتنج مع حد على السوشيال ميديا. فلا انا طلقني. طب ما انت خنتي نفسك الاول وخنتي النهج الاسلامي ان انت ما ينفعش تخشي مع نفسك. بس ده مش معناه ان احنا نبرر له الغلط اللي هو بيعمله. هو غلطان طبعا. انا معاك. الاثنين غلطانين يا فندم. التتبع يا فندم مش هيفيدني بحاجه غير ان انا هتوجع. عشان بس الناس اللي بيشوفونا دلوقتي ما يحسوش ان احنا هنعمل قلب الحقائق. لا يا نوريه، انا مجني عليه. انا مش بقلب الحقائق. اسوء حاجه في الدنيا ان الست تقعد تراقب. انا بقول يا هدى دلوقتي ان انا لما اروح بنفسي اعمل هاك على تليفونك واخش اشوف كل الشاتنج اللي انت بتعمليه، وابتدي انا كده انا صرحت لنفسي ان انا هتفرج على كل حاجه انت بتعمليها. طب اولا انا اتوجعت، ثانيا دي خيانه ان انا خنتك امانتك ان انا افتح تليفونك من وراكي، ثالثا البيت اتفركش والاله اتدمرت. هقول جمله ليك يا ممدوح. زي ما من شويه هو الاستاذه هدى ادت اكسبشن وعذرا للراجل اللي بيخون ان يكون عنده مشاكل، احنا برضو ندي اكسبشن وعذرا للست اللي عملت الهاك ده على التليفون لانها عندها احساس بالشك، خاصه انها لقيت ده انه تقول له هات تليفونك. معلش تقول له هات تليفونك. انا بعد زي ما بعد على الستات انها تعذر الرجاله. انت كمان الراجل على حاجه. انا مش معايا بس تليفون اولادي. لا هي تمام. انا مش معايا بس تليفون اولادي ومع التصرفات الصحيه. الصراحه والوضوح والمصداقيه ما بيننا وعشره العمر والعيش والملح دايما هم دول اساسيات القاعده يا جماعه. هم دول الامان. طب انا عايزه اشوف تليفونك. قال لها لا. وقال لها لا. كده بقى نحط نقطة. انت تثير الشك بقى. بس حط نقطة. انا اسفه، يبقى انت كده في حاجه عايز تخبيها. فاهمه نورين؟ هو ايه الشك ده؟ ده حاجه عايز تهرب منها. تعالى لي يا معلم كده، يبقى انت في خيانه. حقيقي حقيقي. الانسان اللي يجي يتهرب منك، لكن لما يجي تفضلي فتشي براحتك، لا والله ما حفتش خلاص، اديت لي الامان. هي دي. طب انا اتقلف على فكره، انا اتقلف يوم من الايام افتح لي تليفونك، اقسم بيمين الله رحت فتح التليفون. طبعا اتفضلي. برافو عليك. فتحت شافت الصور، فتحت الانستجرام، فتحت الفيسبوك، فتحت لو انت بقى مخبي حاجه غلطان. لو انت خايف. انا كده كده مش عايز اشوف. انت كده خليتها تثق فيك كمان. حلو قوي. لانك انت شخص فعلا مش مؤذي يا جماعه. الخيانه حاجه يا ممدوح مؤلمه جدا جدا جدا. طبعا. خيانه الصداقه، خيانه الاب والاخ لما حاجه غير متوقعه، الزماله طبعا حاجه اللي هي زي الصداقه. الابن لما انا باخزل فيه اللي انا فضلت عمري كله اربي فيه ولقيت في النهايه ان انا اديت كتير، زي ما الاستاذه هدى قالت ان احنا ادينا بتدي ازيد من اللازم. فلما بندي ازيد من اللازم بنتوقع ازيد من اللازم. وكمان لما انا بكون حاسه كمان ان انا شريك حياتي زي ما قلنا وزوجي او مراتي، طبعا للراجل بتبقى صعبه جدا وللست، لان الاثنين بيحسوا. عايزين نهايه ننهي فقرتنا. انا حابه المفروض ان انا هنهي الفقره، لا انا عايزاكي تنهي لنا فقرتنا بنصيحه لكل ست وكل راجل حسوا باعراض الخيانه وتهزوا جدا ومش عارفين يطلعوا منها. طيب وانت كده بتشوف وبتكتشف وبتستشعر بدلائل مؤكده ان الانسان اللي معاك ده وشريك الحياه ده هو بدا يخون، اعرف نوع الخيانه وصلت لفين، لان الخيانه انواع. اول موقف اخده من ناحيته اني انا ما اقلبش بقى الترابيزه واني انا اخرب البيت راسا على عقب وافضحه، لان ربنا عز وجل ستير. فانت لا تفضح، لان كل انسان فينا عنده رصيد من الستر، والوحش والخاين هينفضح وهينكشف والخاينه هتنكشف. فبسطت الموضوع على نفسنا وهو واحد اتنين كده، علاقات والف بعلاقات الصراحه. انت ناقصني ايه؟ اكيد اكيد طبعا. انا عندي والله العظيم كم من الاسئله
يعني للاسف وقت فترتنا انتهت، احنا حسينا ان احنا ما حسيناش بيها. عايز حلقه ثانيه هنتكلم فيها برضو عن مشاكل اللي اقابلها مع زميلي اللي بالشغل اللي بيكون امانتي مع صديقي لعشره العمر، واضرار الافراط في الثقه اللي دي كارثه ثانيه كنا عايزين نتكلم فيها. اطلع من ترومه الاكتئاب والمشاكل النفسيه اللي بتحط فيها. انت لازم تبقي معانا حلقه ان شاء الله. اكيد ضروري انك تكوني معانا ان شاء الله. استاذه هدى سالم الكاتبه والاستشاري العلاقات الاسريه، نورتينا معاك النهارده في الديو الهانم. انا ممدوح، وكده تبقى انتهت فقرتنا. لسه معانا فقرات ثانيه كتير، ترحل شويه حته.